أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذه المقولة صحيحة إن الصحابة رضي الله عنهم في الجملة أفضل ممن بعدهم، أما آحاد الصحابة فقد يأتي من بعدهم من هو أفضل منهم؟ هذا كذب، هذا كذب، ليس هناك أفضل من الصحابة لا أفرادا ولا جماعات. الصحابة أفضل من غير أفضل قرون الأمة أفرادا وجماعات، وحسب من يأتي بعدهم أن يتبعهم ويقتدي بهم. نعم، أبهم امتثلوا وأطاعوا. نعم.